السلام عليكم. هنبدأ جولتنا النهاردة بسكن لكل المصريين ده أصحاب الإعلان الـ14، وهنقول لكم كده معلومات عن الاستعلام الميداني في الوقت الحالي، لأنه بيحصل حاليا دلوقتي الاستعلام. وقال الرئيس صندوق الإسكان الاجتماعي إن عدد المتقدمين في الإعلان الـ14 وصل لأكثر من 300,000 متقدم، لافتا إلى أنه تم رفض 25,000 متقدم بسبب عدم استيفاء الأوراق وكذلك عدم ملائمة الشروط عليهم. وأكدت أن أي متقدم انطبق عليه الشروط سيتم توفير وحدة له في المدينة التي اختارها، لافتا إلى أنه تم إرسال ملفات المتقدمين للإعلان الـ14 لشركات الاستعلام، وذلك لبدء إجراءات الاستعلام الميداني عنهم تمهيدا للخطوة التالية وتسليمهم الوحدات في الوقت الحالي. وأشارت إلى أن أهم أسباب الرفض تتعلق بعدم ملائمة الدخل للشروط وكذلك عدم استيفاء الأوراق المطلوبة، بالإضافة لتقديم أوراق غير صحيحة. وأكدت أنه يتم رفض واستبعاد كل من سبق له الحصول على شقة في الإسكان أو يمتلك وحدة سكنية أو استفاد بقرض تمويل العقار. ومع قرب استلام الوحدات وفقا لشروط، يوجد دفعة استلام خاصة بشقق الإسكان الاجتماعي ويتم سددها قبل إمضاء العقود، والتي على أساسها يتم تحديد القسط الشهري. ودفعة الاستلام ليست محددة لكنها متغيرة من شخص لآخر. فلو كنت موظف ومؤمن عليك، سيتم سداد مبلغ صغير جدا يقدر بـ15,000 وحتى 30,000 جنيه، لكن الأعمال الحرة والأنشطة الحرفية يتم طلب منهم مبالغ كبيرة تبدأ من 45,000 جنيه وحتى 80,000 جنيه، حيث يريد البنك ضمان أكثر لتمويل الأعمال الحرة. وبالنسبة للقسط الشهري، فحاليا يتراوح بين 850 جنيه وحتى 1350 جنيه، ويكون وفقا لسن المتقدم ومدة التمويل. طيب، هل يتم زيادة أسعار شهر الإعلان 14؟ وسجل سعر الشقة 75 متر 244,000 جنيه و 310,000 جنيه للوحدة 90 متر، وتم زيادة أسعار الشقق في حدود 10% التي كانت متواجدة في كراسة الشروط، حيث سجلت الشقة 90 متر ما يقرب من 340,000 جنيه. وزي ما انتم عارفين، الإعلان الـ14 في الإسكان الاجتماعي، وتتواجد شقق إعلان 14 والذي تم طرحها في 2020 في حوالي 10 مدن، وهم مدينة بدر، حدائق العاصمة، وحدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة، ومنطقة غرب المطار، و15 مايو، والعاشر من رمضان. كما تتواجد في العبور الجديدة والسادات والمنيا الجديدة وملاوي الجديدة وأسوان الجديدة.